صباح الأصفر، صباح الليموني، أحب ليموني والله، هذا أصفر بالقوة. صبحكم الله بالخير، كيف حالكم؟ تصبحتم؟ خلينا نرمس. أي ها، عاد اليوم المهرجان، اليوم مهرجان، ما شيك في الدنيا، الدنيا أبوي كلها مرتبشة. تلبع طيراك نبذة من خلية النحل اللي مستوي في مركز المعارض، نبدأ توهم بادين يعني بالربشة. اليوم هو طر الجربة ابتداء من الساعة تقريبا 11 بيتم الافتتاح إن شاء الله. المعرض اللي هو يخص المواطنين اللي راح يستفيدون من هيئة القروض والإسكان اللي هو تبع بنك أبو ظبي الأول. Good morning. سبحان الله، مال الورد هذا مال عرس كرت، الكرت اللي جاي من عند النعيم. تعالي تعالي دورت. How many vases enough for، تخيلوا الباقة البارحية. How many؟ ثلاث بازات مزرعه، وهي لباقه وحده. يا سلام عليكم، يا سلام على العرسان، فنانين ما شاء الله عليهم. ما اخذوا ابوي ورد شويونه اربع حبات وحطوا بين هالكرت واندبوه حق ابو محمد، لا، حطوا ابوي بين كل ورد وورد لو بترز رمح مارتز من غلظ البوكيت مطاشينه. يحافظ عليهم، مشكورين يا لنعيم، مشكورين، ما قصرتوا. يا سلام، انت ذا سيم يور دريس، تخيلي دوارك. يا سلام يا سلام، اليوم الدل ابوي بيربل والفنايد بيربل، كل اليوم بيربل بيربل. يا سلام سلم، زين فوق عن الزين. شكرا دوارك. اي ها يا توني، توني يا توني، توني يا توني، ترى ضعف توني. حليلك يا توني، ضعف ترى، الأول واحد والله متبز، ما تشي شي يضع والله، صدتها هالحرورة في البخار، يبات أبوي في البخار لي خاري. هذا مال السامان، مال البيبات والديلمات وما أدري شو، هناك يبات حاطين البنكة. بعد زين من يوم خطف عليه هالوقت، والحمد لله احنا بخير. الاخطاء اللي طاحوا بها الناس اللي بنت من قبل واللي تازمه، والازم المواطن يعاني فتره طويله من الانجاز المتاخر والتاخير في التسليم، وايد التسريبات، التكييف، الديكور. لذلك مسوين المعرض هذا اليوم، الله يبارك فيكم. شو لجله؟ اي انسان ابوي مقبل على بناء منزل، فالمفروض انه يصير يطالع شو الجديد، حين كل شيء جديد موجود، من تصاميم، من الأشياء الاستشاري، المقاولين، كل شيء، كل ما يخطر في بال عالم البناء والصيانة والتكييف والديكور، هذا كله الحين موجود وبلاش. ثلاثة أيام عندك، اليوم ثلاثة والأربعة والخميس لين الساعة 8 في الليل. لادمي اللي مجبر على بنيان وظهر له قرض أو في انتظار قرض، مفروض انه يصير يطالع كل ما هو جديد تحت سقف واحد وفي مكان واحد. عمره وبحياته ما اجتمع هذا كله مكان واحد، بحياته ما اجتمع الا بتسخير من الله، من هالحكومة اللي هي تبى تفرح المواطن، تباله توفير، تباله رغد العيش، وتباله الراحة والاستقرار. فلذلك كل شيء متجمع في مكان واحد،
طريقة التقديم، طريقة الأوراق، شو الأشياء المطلوبة، شو الأشياء اللي يحتاج لها الإنسان، كل هذا موجود، كل هذا موجود في مكان واحد. ما شاء الله يا مهر، يا الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. شيء هم بهناك ها، فوق زاهب، كل هذا زاهب. يلا يب الدري وركب حق هاك اللي فوق، هنتي من الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله كل زاهب، ما يقهر هذا. يا منا الخلا انا فوق، ما شاء الله زاهد ما تقهر من تسكب من ريت تروح تربع. ها ها يا ويلك، شوي شوي. السلام عليكم، Good morning. ها هذا ابوي اول تجربه. هو سوى الحين هذا، يلا يدك ما بيد واحد يخبز، لين يدك لك، خليها تلين شوي اليد. حد ما يتعلم، وحده هنتين وحده هنتين بيتعلم. توه أول شر فقير، توه باري وياي من بلاد لا تشاف رقاق ولا أعرف هالشي كله. تمبرسنت ساقط نمبر زيرو. يدك يابسة، يدك لازم تلين اليد، المخبز أبوي يبقى شوي يد لينة. أيوة تبدأ يدك شوي ما تمشي، ما تيري ويا العينة، لازم شوي يدك شوي تكون نشيط. يا حليلي جديد أول يوم الباحة ضاوي. وين الثاني نفر متى يجي؟ عباجي اخوه مايل تجهيز واعداد حق رمضان الجاي، اعداد من اليوم لين رمضان 24 ساعه. يلا يلا ينجح. كل يوم 4-5 نمونات خبز لازم يخدم، ونمونتين خبيص، وكل يوم شيء. ناهيك عن الغديات والاشياء. يلا يلا بالهيبين انك تروم تعلمه. هذا شو طحين مال عمان؟ ايوه هذا طحين البر اللي جاينا من عمان. طبعا العيد والله يا ريحته، يعني ما شيء اخذ عنها. سبحان الله. يلا يلا ما زين للقط يوم هو حار. بر عمان روحه ريحته غير نمونة. شو هنا بدأ الخبز العادي مالنا اليومي. شكرا. هذا الحين نستعمله خبز الرقاق بديل لللبناني، يعني بديل للخبز اللبناني. يعني هذا تروم تاكل تغمس بتروم، يعني ما بهذاك اللي للرقاق. للرقاق يبسونه شوي حق غادي يتكسر ويتخرفش وينفرد. هذا بس للاستعمال اليومي، للي يبى ناشف، للي يبى ياكل خبز وجبن ولا خبز وجام، يعني على هواه. ويغطون على سبته يازم القرص
لين هالطريقة. حتى طريقة العجن لل طريقة العجن للخبز للي هو بديل اللبناني يكون غير عينة تغدي لينه ويغدي يغدي ملمسه غير يوم وقت العيان. وصل الله يحفظكم. هاي الحريز من دبي جايبين أبوي، هذا نرويكم يا حين. نحن طالبين هاي التاوة، هاي التاوة طالبينها مخصوص حق الشويهات حق بيت قوم هلال بن محمد لجل يوم حد يضيفان ولا شياته. شوف الفرق بين هذا، هاي التاوتنا الأصلية ارفعها، هاي التاوة المتعارف عليها. نزيل ارفع هذه، هي هي. شوف الفرق بين هذه وهاي. هاي مثلا تشل أربع أضعاف التاوة العادية. ارفع هاي دار، هاي نحن طالبين هالطلب مخصوص ليوم وقت المشواي. وقت الشوي هاي بتشل 5-6-8 سمكات، فيكون مثلا 20 آدمي وكلهم يبون مشواي، فبين بين الفصلة والثانية فيبرد. هالمقترح ان نسوي تاوة عرضها 90 تقريبا قريب من المتر القطر مالها، فلذلك تبين حتى بتت إلى مدل. شوف كم صارون هالتغدي هاي الدالها، فشيء يعني جميل. ومني مرة عمرتين ضروري يكون الغاز شوية أكبر، لكن مرة عمرتين بدأ ما تشوي على دفعات، الدفع الأولي وتصير الدفع الأول قبل لين تنطر الدفع الثاني بيبرد. فلذلك أبوي مرة تشوي مرة واحدة، تشيل غرفة وعيش وهم يغرفون العيش تشوي، الشوي ما يأخذ أكثر عن 20 دقيقة لين يصفى الصحون هذا، لأن السمك جاي حار مرة، وبأن كامهم بعد يسوون الحجم حتى أكبر عن هذا. الحين رد أبوي للشيء الخصوصي هاي مال الخمير، مال الخمير متعارف عليه هذا المقاس يتحيدونه، لم متعارف عليه الأول. هذا المقاس اللي نعرفه نحن، هذا المقاس الجديد. شوف الفرق، فرق يعني وديه ونص. يعني هذا إذا يشيل هذا كم خبز يشيل حفيف؟ هذا قياس 2. إنزين، وهذا؟ هذا يقدر يشيل 4. خمسة قروص، يعني 3 أضعاف صانعة الخمير الأولية. وبدأ ها، وهاي الله يحفظك بتحط القرص داخل وتحطه فوق. هذه لا مرة زاهر، لا يحتاج تجلب ولا شياته لأن ضوه من فوق، فلذلك ما يباله أي عبالة، مريح وخدمة رقم واحد. أكيد بينزل التغليد وبيتكود التغليد من عقب ما نزلوه من الحريز، حين بيظهرون عدها بالتغليد. فلذلك ما حد ياخذ أبوي إلا من المصدر الرئيسي، من الوكيل. الوكيلي أسعاره أنسب، أسعاره أنسب وأخير. بعد يابينا شيء من نواتك، هذا الله يحفظكم مال شو خيبة. هذا مال الشوارمة، اللي بيسوي شوارمة عندك الميكروويف بيتك موجود، في كل بيت في ميكروويف وفرن. فبدال أبوي ما تاخذ شوارمة كان دياي ولا لحم من المطاعم، هاي أبوي روحك عندك تشتش أبوي لحم أو تشتشين لحم، كان عندك فاقع عاد أنت تبي تفيقين. ما شاء الله، صف سامانك ودخل أبوي داخل الميكروويف وكروحه، ترى هذا يفتر الميكروويف من داخل الصحن يفتر. وهذا أبوي هالنمونة، والتعليمات موجودة عندهم. نحن طلبنا هالطلبية كم يوم الحين خذ هذا؟ تقريبا حوالي، والله تأخروا كان تبون الصد، يعني تقريبا حوالي 7 أيام أسبوع. هي لأن خدمة التاوة نحن طالبين شيء أبوي شيء معدي، سمعتوا بقى المعدي هالي أخره، ولا أبوي ما شاء الله هاي كل متوفر عندهم. وهم عندهم عادة مضاريب الهريس، وعندهم المكاين، وعندهم الجدور بأنواعها وكل شيء. هم عمر المصنع هذا أكثر من 45 سنة، أول مصنع للمعدن والصفر والستيل والماء، كل أبوي عندهم جميع الأحجام والتفصيل على حسب الطلب، كل زين وكل غاوي. Thank you very much. Say hello to for your arbab. شكرا.
كلوز يور كار. يلا ها هي بريكفاست ايت كلوز كار. ها محمد كلوز كار كان انا اصبركم بيوق البيت. بيوق البيت الله يحفظكم. اليوم خمير خمير متنفخ ورقم واحد. هذه كمبرس خف عن الريشة زين. هذا الله يحفظك باجل لليوم. باجل عاد متفضخ من زود لمبوي واستا استا ما حطوه ويابس وفوروا لا لازم يتودن قبل شو على هالاساس. هذه مرة ما ضيق رقم واحد سبحانك. ها شوف الحب نوعية جيدة رقم واحد. وتذكر حتى اسم الشخص كان اسم الموظف مكتوب اسمه على صدره. اكتب اسم هذا اللي خلص معاه ما يطيح لنا شيء. حتى اللوبو بنلقطه ونهبه ونروح وغادي يبسها على ما يا سكك هذا. هاي جلب حد جلب زين. ايوه هي نسف هنا ساف. يلا هاي هاي وحده هذا سخان. يلا ثانك يو حفيظ. ترى قال لك من البارحه هذا اللي كمل 10 ايام دخلوا داخل الستور. اللي كمل 10 ايام دخلوا هذا 10 ايام. ايش هذا تحاري. يا سلام يا سلام. والبنت حامل من العام ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا ما خلنا الا ريحته. ايوه رقم واحد. شكرا حفيظ. ليدي خلوه داخل والليدي خلوه خارج والاولي اللي ما كمل 10 ايام دخلوا داخل الستور. الستور هذاك اللي هناك اللي هناك هذا ستور ماشي مكان. زعلان؟ لا اكيد لا ما يقدر. اليوم بروح عنك انا عندي شغل ما عليه. بكره بنتكلم ولا بري برد العصر. العصر موجود العصر. لا بريه انسي. المهم لا تزعل اليوم شوي شوي في شغل زين. يلا باي باي. يا سلام سلم. يا سلام سلم. يا سدك يا ابو كتف في زير سدك هلك شب فنانات. شو قاعد اليوم بس يقول بليج. استغفر الله لا تاكلني. الله اكبر ان شاء الله ما تسمع. هي ما تركز على كل شيء. لا والله ساعدتها في السناب فلاي ما تخلي شيء ما تسمعه وتنقد حتى على الملياري. اي والله ترى من شرب ماهم ما يسلب من حماهم. وياي الحين من كم سنه 40 سنه ما بتعرف قبايا. تعرف ابوي دبت النمله وين تدبي. المراقبه باجي ساعة على الافتتاح وانا ساير قبل الافتتاح بساعة. مفروض اسير 9:30 ما عندي شغل. البارح اللي اريد اعرفه عرفت وخبرت به الناس اللي يريدون المعرفة فيسد اللي سويته البارح. وحين ان شاء الله ساير بتسمت لين هذا منه. هذا الانترس المدخل الرئيسي للمعرض. هذا تبع الفندق اللي هني البارح وقفت انا سيارتي. وهذا المدخل الرئيسي شيء موقف على اليسار وموقف على اليمين. هذا للعرب يعني اللي بيون هذا. والمكان هذا بس للي عندهم كروت يعني للمال تبع الإدارة والموظفين واللي مشاركين في المعرض واللي يعني اللي مهتم في الموضوع يعني من المنسقين والإداريين يعني. ما شاء الله وزحمة بادي زحمة يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. زيك يا باشا منور دايماً. الله يعافيكم ويأجركم ان شاء الله. الله يخليكم خالد. جزاكم الله كل خير. الله يحفظكم. ومن ادري هبن هبن. السلام عليكم. ايش حالك الحلو؟ الله حي. هذا مثل ما قلنا لكم هذا المدخل الرئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي بي المدخل اللي للمركز روحه للمعرض من دي هذا المدخل. المدخل هن كل هالمدخل هاي يودنك من داخل من شابكات لا يغير المخصص
المخصص للتبع حلب الإسكان هذا دي، هذا المدخل الرئيسي. ما قلت لكم هذا المدخل راح مرنا نصور زين. هذا أول ما تدخل أدنك يوديك إلى قاعة 3 و4 تدخل الأقواس هذه. باقي ساعة على افتتاح المعرض. اللي تحيدون الجدار هاك العود كامل، هذا كله شلوه كان مؤقت، والحين تشوفون هالربشة اللي كانت تبع موجودة كلب ويتعدل وتزين وقده على ما تشوف. الكل في انتظار راعي الحفل، الكل في انتظار راعي الحفل، على أهبة الاستعداد، كل شيء مرتب، كل زين، كل فنان، وكل رقم واحد، 127 جهة عرض، 127 جهة عرض، من استشاري ومقاول وديكور وكل ما هو يتطلبه. إنشاء المنزل، منزل المريح والشيء الزين للمواطن موجود هنا في هالمكان الطيب. زين خلود الخميري، السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف انت خلود؟ الله يحفظكم، نائبة رئيس قسم التسويق في بنك أبو ظبي الأول. كيف حالك؟ الحمد لله. شو هالترتيب الفنان؟ شو هالشيء اللي ماشي شرافه؟ وشو هالتفوق اللي كل سنة ما شاء الله يزيد عن سنة؟ الحمد لله، هذا كله بفضل وجهود البنك والعاملين. تمدحين عمرك؟ يعني الله يبارك فيك، نورتنا. الله يسلم. كل على أهبة الاستعداد، انتظار تشريف راعي الحفل. ما شاء الله ما شاء الله، شيء ترتيب جميل في منتهى الروعة. الله يملكم، الله يملكم ان شاء الله، وإن الله بيملكم. وصول الشيخ ديار محمد بن زايد رئيس دائرة النقل لحضور افتتاح معرض الإسكان للمواطنين. يا الله يحفظ الأول والآخر. أحمد ما توصل.
سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الله يحفظه حاليا موجود في قسم هيئة الإسكان. يا رجال ما تجيبكم الرمسة نطلع نشوف مرافق الخلية كيف هل يوجودك ولا راح تتوقف
خطف على كل الأقسام، جميع الأقسام اللي موجودة كلها خطف عليها، ما خلى قسم. الله يطول بعمره ويحفظه، جزاه الله كل خير. رفع المعنويات عند الموظفين والعارضين وكل المساهمين وكل اللي عندهم بوتات للبزنس مالهم في هالمعرض، ما شاء الله عليهم كلهم أخذوا نصيب الأسد من زيارة العاب
الشيخ الله يحفظه زياد بن محمد بن زايد. لدرجة حتى كل ما يختص بالتكييف يسأل عن كل كبير وصغير مع المهندسين واللي عندهم الاختصاص ويوجه على الله يحفظه ويطول بعمره الموظفين والتجار والوكلاء بدقة العمل والإنجاز السريع والالتزام بالشروط اللي بين المقاول وبين الوكيل واللي بيبني وراعي المصلحة. الله يحفظه ويطول بعمره. اول مكيف سنة 72 بس هذا المكيف بعده شغال بعده نحطه بالستاند بالمعارض العادة بس نتصور احنا وياك ابو عاص طويل العمر نتصور مع المكيف بس في شركة كونكريت لا لا عادي تحقيق لا لا عادي شوف بعطيك اللوجو مالنا وخلاص اوكي خذ راحتك نهاية زيارة سمو الشيخ زياد بن محمد بن زايد يصافح جميع الموظفين والقائمين على هالمعرض اللي أكثر من ناجح وزاده نجاح حضور الشيخ زياد على الله يحفظه ويطول عمره حضوره زاد البهجة والسرور لكل اللي موجودين من مصورين ومن عارضين ومن موظفين من إداريين من اللي حضروا كلهم يلا الله يطوله يطول بعمره ويحفظه واخيرا دائرة الطاقة نقوم بزيارة قوت دائرة الطاقة الله يحفظه ويطول بعمره
بركب السيارة. طولة. صورة تحرر له فيديو من الكبار بعد. يا الله يحاول. يا سعد حظك اللي مشاهد. خير الله خليف منك. خير الله يسلم. ايش حالك دكتور؟ كيف انت؟ الله يحفظك ويبارك فيك. جاسم صديقي بنت طبيب الاول، شو بتخبرنا عن هالانجاز الفنان اللي استوى؟ لا ما طرش بس الدنيا. والله الحمد لله مثل ما تعرف الحين بنك طبيب الاول وسابقا بنك الخليج الاول اكثر من 10 سنين مستلم 100 مليون جميع المقاولين، عندنا اكثر من 1000 مقاول، اكثر من 1000 استشاري، عندنا 3 مليون شيك نديرهم للمواطنين لمشروع الاسكان. الحمد لله اليوم هذا المعرض يعطي نبذة عن الشركاء لبرنامج المواطنين، وهذا شيء يعني عم للجميع ان شاء الله. جزاك الله خير، مشكور اخوي. شكرا. هناء الرستماني المدير العام لبنك ابو ظبي الاول لقطاع الافراد، خبره من عشرات السنين، يعني هي العقل المدبر وديعه ب 150 مليون بس ما شاء الله عليها، يعني مثل هي اللي يسمونها يعني القائد اللي تسوي الدنيا هاي كلها تحت راسها ما شاء الله عليها. حبت ريح عن 40 حرمه. هذا ابوي محمد بن عتيج. هلا هلا بيتي. سلام عليكم. عليك السلام. كيف حالك؟ كيف ها ياز ياز انت ما بيت دعوتنا. لا لا عيوني تيكم عيوني لا عيونك يسمونها ايه بقعكم السلع. ايه بعيد عاد علي بعيد ترى شو هات عداله زين خلاص ولا السلع حافي يا خالد. عيوني تيكم ان شاء الله لا خليت منك الى الله يحفظك. الشباب في مسانده هذا المسكن المواطني. هذا زين هذا زين وعمرك حميد راشد الدرعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دائره التخطيط العمراني والبلديات مدينه ابو ظبي، شو بتفيد العرب فيه؟ طبعا البلديه بحكم موقعها في الجهاز الحكومي دورها خدمي، وهذا المعرض ياتي في سياق عملها اللي تقدمه للجمهور. نعم. ومن اهم الخدمات اللي قاعده تقدمها اليوم البلديه وتعرف الجمهور فيها تقريبا هم اللي شاركت فيهم 3 خدمات رئيسيه. خدمة تراخيص البناء اللي أصبحت اليوم مدتها يعني متقلصة بشكل كبير، في السابق كانت 6 أشهر إلى 3 أشهر، حاليا 6 أيام صار. ما شاء الله ما شاء إنجاز عظيم. وطبعا في قيود انحطت، في اشتراطات انحطت على الاستشاريين، اليوم ما أصبح هناك مجال حد يعني يفرط في حق المواطن. تلاعب حاك الأول يوقف ما في الحين الحمد لله اللهم لك الحمد. طبعا تلا هذا طبعا والتعليمات تعليمات سديدة من سيدي صاحب السمو ولي العهد أثناء زيارته لبلدية أبو ظبي بشهر الثلاثاء الماضي، وجه لضرورة تطوير الخدمات والتحول الذكي لها، وبالفعل قطعت البلدية على نفسها عهد وقامت فعلا بتحويل الخدمات اللي تقدمها إلى خدمات ذكية، وأوجدت اليوم الجهاز اللي من خلاله العميل يقدر يسجل اللي هو السمارت هاب مثل ما انت شايف. هذه المنصة الذكية. نعم. المنصة الذكية هذه يستطيع المرة واحدة المراجع انه يسجل ويستغني تماما عن مراجعة الكاونترات ويعتمد فقط على التطبيق الذكي اللي موجود في التليفون. الحمد لله هذه روح نعمة. نعم. واصبح اليوم يقدر يطلع شهادة املاك، يقدر يطلع مواد تمويلية، يقدر يطلع يعني يقدم اي خدمة من الخدمات اللي تقدمها البلدية ويحصل عليها من خلال التطبيق الذكي. كذلك أخذت البلدية السبق بين بلديات العالم في أخذت البلدية السبق أيضا في هذا السياق التحول الرقمي أنها أتمتت إجراءات الرهن العقاري بالتعاون طبعا مع دائرة القضاء. اليوم أصبح دائرة العميل أو اللي يريد يرهن عقار أو يريد يوثق يعني ينجزه من خلال النظام من خلال التطبيق.
الذكي ولا اصبحت المده اللي حتى التصديق حتى التصديق صار هناك اتفاقية تفاهم بين البلدية وبين دائرة القضاء وتراجعت قانونيا وتم الإعلان عن هذا الموضوع من فترة ثلاثة أسابيع. فكيتوا العرب وفرتوا عليهم من الوقت والجهد. الحمد لله. طبعا هذا فضل الله ثم مثل ما ذكرت فضل التوجيهات السديدة لسيدي ولي العهد. طبعا البلدية مستمرة في التحسين. نعم. سعادة مدير عام البلدية معالي الرئيس كلهم يعني أخذوا هذا التوجيه محمل الجد وقطعوا عهد على أنفسهم أنه ما ينتهي عام 18 إلا تكون جميع الخدمات هذه كلها مؤتمتة يعني تقدم بطريقة ذكية ومن خلال التطبيقات الذكية اللي في الهواتف. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكراً طالع. الله يسعدك. شكراً لك. جزاك الله خير على تغطيتك. الله يبارك فيك يا حبيبي. انت حين تعد علي الرمسه اللي تو قلت كامل من اول باب. بعيده بعيده عليك. لا الحين الحين لا بعيده عليك هناك. تعال يلا ونحن نمشي. يلا ونحن نمشي. يعني شو المشكله؟ تفضل. دام فضلك اكلمك خليفه الكتبي مدير قطاع خدمات الاسكان بهيئه ابو ظبي. والنعم والنعم. نحن اليوم في المنصه اعلنا عن مشروع طال عمرك. عندنا مشروع سميناه قسيمتك. قسيمتك هذا يعرف المواطن على موقع ارضه وأيضاً على المرافق الخدمية اللي هي بتكون متوفرة في المنطقة. كثير من المواطنين مثلاً اللي يعني أنت تقصد يعني اللي ظهرات لحرب ظهرات لي حرب مثلاً. نعم ظهرات لك أنت اليوم وعندي رقم لها رقم القسيمة. نعم. فاليوم أنت ما تعرف وين موقع الأرض. نعم. الخدمة هذه مجرد أنك تدخل أنت رقم هويتك. نعم. يحدد لك موقع الأرض. أها. وجغرافية الأرض وين موجودة في إمارة أبوظبي. نعم. وأيضاً يوفر لك معلومة المرافق الخدمية اللي هي متوفرة في المنطقة. من بقالة، من عيادة، من مستشفى، من مسجد، من جامع، من محطة بترول، جميع هذه الخدمات. نعم. اللي هي في قيد الإنشاء. نعم. وأيضاً اللي هي متواجدة أوردي مبنية. نعم. اللي هي بتنبنى في مستقبلاً. لأن كثير من العوائل. نعم. هم من المدارس. نعم. ومدارس العيال يبون يعرفون شو أنواع المدارس. نعم. النقلة مش بسيطة. هي نعم أكيد. من خلالها نوفر هذه الخدمة يتعرف على جميع الخدمات المتوفرة فيسهل على المواطن من الانتقال إلى المنطقة. فهذا سموه مشروع قسيمتك. شكرا بارك الله فيك. وبيكون متوفر في موقع الإلكتروني إن شاء الله في شهر 10 إن شاء الله. شكرا جزاك الله كل خير. المشروع الثاني شو الله المشروع يحفظ. الثاني سلمك الله عندنا مشروع مستشارك. نعم. مشروع مستشارك أطلقته الهيئة العام الماضي. المشروع هذا كل مواطن يقدر ياخذ موعد ويلتقي بمهندس من الهيئة. نعم. من خلاله يستعرض عليه مخطط البيت ويخطط له معاه ويعطيه نصائح اللي تصب في مصلحة المواطن. كثير من المواطنين هل هذا بتكلفة ولا بدون؟ يقلل عليك التكلفة. نعم. استباقية هذا. نعم. كمبادرة استباقية انك انت اليوم مخططك ما تكون فيه مساحات فاوتة تحسب عليك باكر انت ما تستفيد منها بعدين تكون عندك مخططات غير سليمة. هي عملية ارشادية وتقصيدية انك انت تقتصد بدل ما تصرف فيها اموال كثيرة وتخسر عليها وما شو ينقال لهم في حالة؟ مستشارك. مستشارك. نعم. من خلاله يقدرون كل المواطنين هذا تبع لهيئة أبو ظبي الإسكان تقدر تاخذ موعد عن طريق مركز الهيئة. مبارك بإبراهيم المنصوري. مرحبا. مساك الله بالخير. مسيت بالنور والسلام. زين الحين انت اختصاصك ابو الاراضي السكنيه وقروض الاسكان ولا؟ نعم صحيح. زين شو نبأ الافاده للمواطنين عن هالشيئين الاثنين؟ هن هاي اهم شيئين. نعم. يفكر فيهن المواطن. ابشرك الحين اول بادي على حسك. ها؟ على حسك. حاضرين الحس عالي. يلا. بنتكلم لك عن القروض. نعم. وفي مبادرة إنسانية لفتة إنسانية جديدة. نعم. بخصوص الناس اللي في بعض وضاع أرضه. هنا. وصادرت لهم في نفس الوقت قروض. نعم. صادرت له أرض والأرض مش موجودة وبيعنها. نعم. هذا يتاح له إنه يشتري أرض شراء مسكن في العين. ما شاء الله. نعم. شاء الله. الحمد لله. جزاهم الله خير. نعم. هذا خبر جميل ورقم واحد. نعم. يثلج الصدر. الحمد لله. نسبة للي حدثتم الدنيا وباعوا اراضيهم. حدثت الدنيا وباعوا الارض وصادرت له قرض. ظهر القرض. ظهر القرض يا غير الارض ما شيء. مثل نعم. اي نعم فالحين القرض موجود بامكانه ابوي يشتري. يشتري اذا بيشتري اما يشتري له مسكن هو. اي نعم. قيمة القرض. قيمة القرض او يزيد من عنده له مليونين من عنده. نعم. او يشتري خلص. مليونين ما من عندك انت؟ لا لا من الهيئة. انا اتكلم من الهيئة. من عندي انا. هي دراني. لو من عندي ما قعدت انا. انزين. و
ولا يشتري من العين. وفي ابو ظبي حاليا ما فتحوا ان شاء الله مستقبليا ان شاء الله في دراسه ان شاء الله انه ان شاء الله تاخذون فيه ان شاء الله. بالنسبه حل الاراضي منو اللي يستحق الاراضي في هالبلاد الطيبه؟ في البلاد هاي الطيبه طال عمرك الشباب اللي كملوا 22 سنه. نعم اي انسان عمره 22 سنه نعم يتوجه مره الهيئه بنت ولا ولد؟ لا لا لا, لا. ها؟ الشاب ريال الريال يتوجه الهيئه حتى لو ما يداوم. شوف انت نعم حتى لو ما يداوم الاول قالوا لازم يداوم الحين حتى لو ما يداوم يتوجه الهيئه نعم يفتح له طلب نعم وبناء على الطلب هذا نشوف الدراسات نعم هل هو مستوفي الاربع سنين الدراسه مخلص. كيف يعني مستوفي اربع سنين؟ ترى اذا عزوبي ايه لازم يكون مخلص دراسه ثانويه عامه لها تقريبا ما يقارب اربع سنين. اذا مخلص الباتشلر تقريبا سنتين يكون مستوفي الامور، اذا متزوج بغض النظر عن الامور هاي كلها. اشكر فنان. لازم يتزوجون. بس كم هي العزابيه؟ الله يحفظها. الحريم ما فوق ال 35 سنه. نعم. اي انثى شو يحق لها؟ يحق وليش ربطتوا سن ال 35 سنه؟ ال 35 سنه تكون مستوفيه هاي بناء على دراسات. وهذاك ليش جالس تصور؟ نصور لنا صور سفرنا. مبنايه على دراسات طبعا. نعم. دراسات عقب الدراسات جتنا. زين انا كل من ذاك اسير جداك سيرت منك تعال يا بارك الله فيك. يلا يلا قريب. زين. البنات يعني العنصر النسائي طلبات الليل هن من فوق ال 35 الليل هن اللي عمرها 35 سنه وفوق شو تطلب؟ تطلب لها قرض شراء مسكن نعم وخاصه اللي متزوجات بعد من غير مواطن نعم او مجلس التعاون نعم يحق لها تقدم على قرض شراء مسكن ويكون لها اثنين من العيال اللي مطلوب منها نعم اللي مطلوب منها شهاده ميلاد حق العيال انها عندها عيال اثنين يكون عندها اثنين من العيال نعم اثنين من العيال عقد الزواج وعقد الزواج يعني كيف بيكون عندها يعني عيال وما عندها عقد زواج بعد انت خاصه بعد ما تدري انت يعني ما زالت على ذمته يعني ما زالت على ذمته تثبت لنا انها ما زالت على ذمته زين واللي ما تجيب عيال اللي ما تجيب عيال في تقرير الله يطول عمرك ايوه قالوا اللي ما تجيب عيال هي اللي ما تجيب عيال قالوا تجيب لنا تقرير تثبت انها ما تجيب عيال اي نعم هذه حاله انسانيه ولها لفته ثانيه بعد الحمد لله هاي روح الله يطول عمر الشيوخ ما قصروا الله يطول بعمرك ماشي ما خلوا عذر اللهم لك الحمد نعم هلا متى الحرمه يحق لها تحصل ارض؟ يحق لها طال عمرك العزبه اللي ما بمعرسه 35 سنه من 35 سنه 35 سنه وما فوق تروم تحصل على ارض سكنيه نعم على حسب الشروط اللي موجوده عندنا تقدم 35 سنه وفوق بناء على الشروط زين اذا استوفت الشروط عندنا شو عاد هي الشروط؟ الشروط الله يسلمك واحد انها تكون ساكنه بالايجار مثلا زين او انها ساكنه طال عمرك عند احد من القرايب او انها متورثه ونسبتها شيء ما ينطرح ايوه في هذه الحالات نعيد النظر فيهن وندرسن وان شاء الله انها تستوفي وتاخذ الارض. منو اللي يدرسن؟ تدرس عندنا اللجنه تدرس الامور هاي كلها. اللي هي تبع شو؟ تبع العزبه اللي تبغى لا المكان منو اللي يسوي الدراسه؟ هيئه ابو ظبي الاسكان. انزين ما يبطاريها انت الهيئه من يلسنا لين الحين ترى مش عن عمرك انت. عشان خدمتني الخدمه. دراني انت ما خبرتونا نتكلم عن هيئه ابو ظبي الاسكان؟ خبرت من اول باديه غير انت الحين صرت بعيد خلاص خليك على وليه لا لا نصير بنرد على الهيئه يلا نحن ما نبد من الهيئه لا الله لي خلينا لا منك ولا من الهيئه الله يرحم والديك وولي عمري محاور خف الطين وخف الدم وضحك سوالف ولا محاور يدور عليك الزله؟ والله هالكلام الطيب محاور والسوالف الطيبه من يابك الجنه من يقول ييه الله يرحم والديك يخليك ولا يخلينا منك ولا منك أن يشتري أرض سكنية جاهزة بنية تحتية جاهزة من الهيئة أو من الشركاء في بعض الاشتراطات للحصول على هذه الخدمة واللي هي لأن في اشتراطات عامة اللي هو أن يكون مقيم في دولة ويكون يثبت مقدرته على السداد الفوري، هذه الخدمة فيها ميزة أن المواطن إذا بيقدم على خدمة الشراء أنه يقدم ويدفع فوري كاش للهيئة. في فئة مستفيدة
لخدمة الشراء، وفئات تستحدث برنامج القروض السكنية. بنبدأ في أول قرض واللي هو قرض بناء مسكن. قرض بناء مسكن يتيح للمواطن أنه فرصة أنه يبني مسكنه الخاص بقرض سكني مقدم من هيئة وظائف الإسكان بحد أدنى 1,250,000 وحد أقصى 1,000,000، باشتراطات عامة طبعاً وفيه اشتراطات خاصة. الاشتراطات العامة للقرض أن تكون الأرض خالية من البناء ومملوكة باسمه ولا عليها عمولات عائقة. عندنا قرض ثاني واللي هو قرض شراء مسكن جاهز، نفس الشيء يتيح للمسكن أنه يشتري مسكن من 3 جهات، ممكن أنه يشتري من الهيئة أو من شركاء الاستراتيجيين. وفي بعض الاشتراطات عليه اللي هو أنه ما يكون مستفيد مسبقاً من مسكن أو من منحة من هيئة. فيه خدمة جديدة استحدثت واللي هي قرض شراء آجل السداد لذوي الدخل المحدود اللي هم رواتبهم أقل أو دخلهم أقل من 20,000. والشرط فيه أن الحصول على الخدمة أن يثبت أن دخله أقل عن 20,000، ما عنده أي مداخيل أخرى، لا يمتلك مسكن سابقاً واستفاد. خلال 10 سنوات قام بنك أبو ظبي الأول بتطوير مدينة أبو ظبي ومدينة العين والغربية من خلال 3 أفرع مخصصة للعملاء لغروض الإسكان: أبو ظبي، منتزه خليفة، العين، عود التوبة، الغربية، مدينة زايد. برنامج غروض الإسكان للمواطنين أسطول كامل يهتم بجميع المواطنين بجميع مناطق الدولة اللي هي من اللي تابع لإمارة أبو ظبي، من أبو ظبي والعين والغربية. مسخرين موظفين مؤهلين من خدمة العملاء، فتح الحسابات، دفتر الشيكات، بطائق صرف الآلي بدون أي رسوم بنكية لصالح كل شخص مقدم على قرض للسكن. تم تعيين من البنك، من بنك أبو ظبي الأول، مهندسين ذو كفاءة عالية وشهادات على أعلى المستويات للإشراف على المشاريع من حيث دقة وصحة التصميم وتقييم المشروع المالي بما يناسب كل عميل لبنك أبو ظبي الأول. ويتم الإشراف على جميع مراحل البناء للفلة من حيث متانة البناء لمدة 24 شهر حتى يسلم المشروع للمواطن بشهادة إنجاز من الماء والكهرباء والبلدية. فهذا الشيء الأول الناس تأخذه بسنين، وحاليا بخلال 24 شهر يتم إصدار شهادة الإنجاز. هذا روحه يعني إنجاز وايد كبير أنك أنت تحصل على شهادة الإنجاز وإتمام المشروع بسرعة كبيرة من طرف البلدية. خيارات وايدة، أنت ما بلازم تبني، تقدر تاخذ المبلغ المخصص لك وروحك تشتري المكان اللي تشوفه يناسبك أنت، يناسب رغبك، يناسب أنت شو تبغي، اللي شيء اللي أنت يوالمك ويوالم هلك ويوالم العائلة اللي أنت منها. كيف الشيء تتبى بيت صغير، تبى كبير، تبى فلة صغيرة، فلة ميال السخارية، عدد الغرف من حيث الديكور، من حيث الواجهة، من حيث كل شيء تبى، كل شيء راجع لك أنت، مش شيء مجبر أنت عليه، لا أنت مخير ولست بمسير. 38 مليار درهم حجم الإنفاق على المشاريع حتى تاريخ اليوم، لين تاريخ لين ساعتنا هذه اللي نحن فيها 38 مليار درهم حجم الإنفاق. تم إنفاق هالمبالغ كلها من بنك أبو ظبي الأول 38 مليار درهم. 29,000 مواطن تم الإشراف على مشاريعهم،
29,000 لين اليوم. المقاولين المسجلين في بنك أبوظبي الأول 6,000 مقاول مسجل بقروض الإسكان للمواطنين. الشركات مسجلة بعد من المقاولين واستشاريين يصنفون بين ألف وباء وجيم على حسب سرعة الإنجاز. ترى ما بيحصل ألف إلا إذا كان السبيد ماله قوي، يعني رقم واحد بسرعة، هذا أخير شيء، هذا يعطونا ألف، واللي والله هنبا واللي شوية أدنى جيم، يعني على حسب سرعة الإنجاز، وكلهم مضبوطين، لكن يكون في تفاوت بين تأخير 10 أيام وعشرين يوم وخمسة عشر يوم، شيء يكون بعد يكون شوية فوق طاقتهم ساعات يستوي. فلذلك يصنفون المقاولين بين ألف وباء وجيم على حسب القانون. 800 استشاري و800 استشاري هاي كلهم أبوي مسجلين. 6,000 شركة مقاول، 6,000 شركة مقاولات موجودة اللي هي مسجلة ومصنفة عندهم في هيئة القروض، وعندك من غير 800 استشاري مكتب استشارات هندسية كلهم أبوي تضمنهم هيئة القروض والإسكان في إمارة أبو ظبي الحبيبة. المنازل أو الوحدات السكنية اللي تم تسليمها 23,000 وحدة سكنية، وأنا واحد منهم، من اللي استفاد من هالمنح من هالقروض أنا واحد منهم، من 23,000 اللي تم خلاص سكنوا ولو سكنوا خلاص، يعني نحن 23,000 من غير 5,000 منزل حاليا جاري الانتهاء من التسليم، هذا الحين من التسليم والبناء الحين قيد الإنشاء 5,000 غير عن 23,000 اللي تم تسليمهم في السنين اللي اختفن. 2,000 مسكن 2,000 فلة يقوم البنك بالإشراف عليها سنويا. هذا رقم مش بسيط أبدا، مستحيل يكون رقم بسيط، رقم وايد كبير. 2,000 مش 200، 2,000 يتم الإشراف عليه في آن واحد في خلال سنة، هذا شيء وايد كبير، إنجاز وايد عظيم. لكن الحمد لله رب العالمين إن الله مقونهم على هالإنجاز. في القريب العاجل بيكون شيء أبليكيشن، في القريب العاجل والعاجل جدا بعد، ما عاجل يعني بعد مده طويلة، لا الحين قريب وايد قريب بالأيام بينزل أبليكيشن. الابليكيشن يتم من خلاله تطبيق نظام التوثيق الالكتروني للرهن الاراضي السكنيه مع دائره البلديه والتخطيط العمراني للمواطن، يقوم باداره الراهن وفك الرهن عن طريق مقر قروض الاسكان دون العناء للذهاب للبلديه. يعني بامكانك انك انت ترهن وتفك الرهن وتخلص امورك كلها من موبايلك، بس من تنزل الابليكيشن هذا، يعني بدون عناء، من تخلص سيده كل شيء يخلص بلمح البصر. الاول تاخذ وقت طويل من دايره لين دايره، من مكان لين مكان، يعني لين تحصل لك موقف ولين تحصل لك فاقه ولين تحصل لك رخصه من عملك. حاليا وانت في عملك تقدر تنجز كل اعمالك، يعني ما يتم شيء انك انت تقول ما حصلت فرصه او ما قدرت أسير أخلص شغلي. أنت جالس تقدر تدفع دفعاتك، تقدر تقتص ترهن، تقدر تفك الرهن، تقدر تطلع كل ما يختص في موضوعك أرضك وقرضك، تقدر تخلصه من الابليكيشن هذا اللي ينزل. وحتى المقاول والاستشاري يقدر ينزل الابليكيشن هذا ويقوم على يقوم يتابع عمله روحه، يقوم بمتابعة عمل روحه اللي هو الاستشاري والمقابل من طريق بعد الابليكيشن، مش انه ضروري يصير للجهات المختصة، لا وانت جالس في مكانك في مكتبك تدير عملك وانت في مكتبك. نزل المناقصة الله يحفظكم 3 مناقصات 3 مناقصات لثلاث شركات، يتم اختيار اللي يناسب المواطن واللي يناسب قرضه واللي يناسب السعر والأقرب إلى الواقع. فلذلك يكون بنك أبو ظبي الأول المشرف الرئيسي على الإنجاز والمعاينة والاستلام، ولين تصدر شهادة استلام المنزل. المعرض مستمر من الساعة 9 يومياً
لين الساعة 8 المساء يومياً. كل شيء، كل ما يتعلق بالأثاث، الديكور، التمديدات الكهربائية، البيبات، التكييف، أعمال الجبس، كل شيء يتدخل في البيت موجود هنا، كل شيء، وكل بإشراف بنك أبو ظبي الأول تحت إشرافهم، من أثاث، من علم، من خبر، من تكييف، يعني كل، يعني الأول هذا على فكرة هذا كله لصالحنا نحن، هذا كله لصالحنا، لأن الأول احنا في أخطاء نحن، أنا منهم، أنا واحد منهم، كمل دهر لين استلمت بيتي. شو السبب؟ لأنه ما كان عندي دراي ولا عندي إدراك ولا عندي طريقة البنيان، هذا حين كله موجود عندهم، يوفرون، يتوفر لك كل مستلزمات الحياة اللي تحتاجه بوجود مستشارين مهندسين وذو اختصاص وكفاءة عالية من البنك روحه، يحطون لك ناس ان تساعدك، ما عليك إلا أنك أنت تجتمع معاهم وتشوف أنت شو تبغي ويوجهونك للشيء اللي يناسبك أنت ويناسب احتياجاتك المستقبلية إن شاء الله. جزاهم الله خير الجزاء، كل إنسان يساعد أي فرد في حاجة المساعدة. هيئة أبو ظبي للإسكان لهم منصة، هيئة الطاقة لهم منصة، هيئة البلدية تخطيط المدن بعد لهم منصة، تقديم طلبات من القروض للاستفسار عن القروض، للاستفسار عن الدفعات، كله موجود. تقدر أبوي بدل ما تصير الدوائر شرق وغرب، أتي بزيارة واحدة للمعرض تقدر أبوي تقضي حوائج كلها. بارك الله فيكم. هذا أخوي أبو محمد. أي الله يرحمك، حالك يا الله يحفظك. بعد زين يا أبوك حطيت لنا فلتر قدينا فناني والله بلية فلتر. يعني بربي أنا خلق على أنت. الله يحفظك. الله يبارك في حياتك. مرحبا مرحبا مرحبا. أبو محمد السلام عليكم. أنا قدام محلك مال الشورتات هذا في برلينغتون أركيد في لندن، بقيت بس أسلم عليك وإن شاء الله إن شاء الله نشوفك على خير بإذن الله. مهجتي لا تود الناس باللازم، ناس يكرهوك وانتي فوقهم لازم، ولا تستوي ربعة الأحباب باللازم، عيني تراب الولف كيف قايل توبه، ويهبني المسك من ريحة عرق ثوبه، لي مر من صوبي خذ المعلاق من صوبه، ولا طاعة الروح ترجع عنهم لازم، موصوف في دركم بشر من بني مالك، وعذره على الوصف يو ستار يو مالك، وبريقته تشبي الميهود ليه هالك، يوعقد من الأرض من طاح ما رسم، ولا من تبسم كأن البرق يتقسم، يسوى الولاية وبنبي وما ملك مالك، يو زين وش حيرك يو زين ويش أدهاك، أول تجيني وحدك الحين ذنين بياك، كضيتني كض يوم الوقت كض كاضي، مشكاي لله ومن تالي مع القاضي، وبيبين الانصاف ما بيني أنا وياك، السر لا تقبض الياهل في حل جنباح، السر لا تقبض الياهل في حل جنباح، راع البحر للبحر راع النطاح انطاح. لا تقول لي ما بردت عاد الحين خالد دبي، بارد تراني. لا تقول لي ما بردت عاد الحين خالد دبي، بارد تراني. لا فعلك، تعال ابوي غاية المتمني، غاية المتمني مرة طاحت ارطول، طاحت ارطول والامور طيب والحمد لله رب العالمين. لكن عقب الشو عاده تظهر بطواله يا رجال الحمد لله. زين يوم سويت جيت خلاص ييك ابويا غاية المتمني مرة صبت الهدف مرة رقم واحد اللي موالمة مرة كذا افتكيت من الصدع ودي انا. من اعطاك هذا حين علي نزي هذا درايدر هي هو اقول هذا عبد الله اسمه فاطمه عادي بيت الفلا. إذا تفتحها قبضها نشوف شو داخل. سيارة غادة. سيارتنا نحن؟ أي. لا لا بس يبها يب سيارة. أوكي. يا سلام مشكورين مشكورين. هذا هذا حين وين يا يعني؟ صبر خلني أفتح الكرت. دخل. زش كل الأسبوع كنت روح حين يا أبوك. يا الله. افتح الكرت بسرعة. بس هذا بس هذا اي نعم
هاي الوالد الغالي ام محمد هذا حقك انت ابوي ما بحقي انا ما بلي انا بس تحراه لي الوالد الغالي ام محمد يعني ما بحقي انا ابوي هذا ابوي حقك انت ميو ايوه هذا دريدة تبليفين أيوة. أبو محمد هو بالأبو محمد هذا أم محمد مكتوب يعني حق أم محمد ما بحقي أنا لا بنت لك ريحة خوزته من أخوز منها خوز أنا شو سيارتي لا لا ريب سيارتي يلا بسير أنا هذا العود المعطر الأولي هذه ريحته حرام ين العود المعطر الأولي اللي ما تدري وحده من الثمانينات الهن الجنة ليلة ورا روح عندها الريح الطيب هي عيش الجنة يا بنت سعيد أنا برو ما خلي في خاطري الله ما رو ما خلي في خاطري طاب طيبك وعاش حبيبك معزتكم دائما في القلب ابنتكم فاطمة عد الاسم الباجي ما رمت حطه ما في يمكن ما تبوي حد يعرف ما يندرى يعني ما أدري إن شاء الله هتتواصل وياي وتخبرني هم مازينك يا الادمي اليوم بتعطي اعطيت اخيرا ما يكون احب ما يكون الى قلبك احسن ما يكون عندك يوم تبي تعطي اعطيت شيء زين اللي يملك بالعرب حد من العرب يوم بيعطي دور الشيء القديم الشيء اللي من زمان عنده الشيء اللي ما له حاي فيه الشيء اللي هو ما يباه او زايد عن حاجته او منتهي صلاحيته ودوه البيت الفلاني ولا عطوا العرب الفلانيين نحن بس من كم سنه نحن عندنا هذا نكد نحشوا طر شو العرب الفلانيين يتحرون العرب الا ابويه لهم في الحولي ولا لهم في المسمل ولا لهم في الشيء المكدود ولا الشيء ابوي اللي منتهي صلاحيته الحمد لله الحين الناس ابويه بخير وخضره عم غابر دبا خير وخضر عم غابر دبهاك الأول اللي وادب أبوي تحتد حق ينعم هاك الوقت اللي خطف الناس يعني ما عندها خلاف يعني أو يمكن حد من العرب يا غير الحمد لله حين أبوي الدرامات الكتشرة بمزرة لحد يبى الشيء المبزين وما حد يبى الشيء المفنش ولا حد يبى الشيء اللي يعني حد من العرب حتى يبى يطرش لك شيء في وعيان طالع أخس الوعيان وطرش فيها حط الأكل في أخس الوعيان لحق عش عرفهم ما يعرفون لا بس أنت ما يلي تعرفين لا عرفتي القرآن جيت بالمبروكة وين جيت هاي المبروكة عاد حين جيت الله يسلمكم جاليريا بانتظار لأنه خداي هلال بن محمد بن سيح القبيسي عازمني على العشاء وقت عشاء ضربة وبنار مصر مزور بس والدنيا بطرجة من التحين نص ساعة ويرمس بس ما يندر ويا منه عن الطيور ترحين يزهبونها كلها الحشرة والتليفونات والمكالمات هاي كلها عن سيارة المقناص ترحين خلاص مجبل الشتاء وهالرمز وهالاتفاقات كلها في التليفونات ساعة هو يرمس عيزة يدها يجي وحنضغط التليفون هذا في اليد الثاني السب شو هالكلام كله اتفاقات عن الطيور وماذا إلا ما تبي بيسون أوزباكستان ولا ما تشوف تكون درجة الحرارة في اليوم الفلاني وشوف أمور ما أنزل الله بها من سلطان ها شو اتفقتوا عليه؟ شو اتفقتوا عليه؟ اتفقنا نسلم خلاص وبيرتب زين ايش عليه؟ ودرنا ابوي التمشيه داخل المول ويابنا هلال نتعشى في المطعم هذا تحت. ثانك يو ابوي هو المكان تقريبا يكون منزول الحين. يوم جينا لان كراب سالاد، there is a crab salad at the moment. الحين الطلبات كلها على هلال انا ولا سرت ويا مقعد وطلب هو اللي يطلب كل شيء وانا ابوي يبوني يصفونه وانا اللي يعرفون شو شغلاتي so ايه ده ابوي الطلبات
ثلاث اربع نمونات طالبين من قبل كله وقف. وقلت خاطري ما بصور لك اليوم، شفت هذا شيء شكله مغري. هذا حين اتصاف انه كله هذا كله فنان. ايوه من كل شيء يعني. عشرات الناريل عليه الان. ايوه الابيض هذا. هذا لا لا. ما بناريل؟ تسبيل. ايش حلو. هذا اقول لكم طعمه شيء غريب عجيب. هذا ما بشيء صعب. علي واللم بطاطا مهروسه. السر في هذا. شو هذا؟ ما ادري الصادق ويا الطباخ. يخبرني شو هذا. ما بيطيع يخبرني. محمد شكرا على هالعشاء الفنان. اي عشاء انت عازمني؟ انا معروف اني ما عازم حد. كم مثلا؟ اكرمك الله يا ابو محمد. ما قصرت يا ابو صار عنك ابو محمد. صار عنك الشر يا ابو محمد. لا هو ترى عازمني. لا والله بيزه حمراء ما عطيت. اي قصور. الله يحفظك. كل عاد انا مفروض اني انا اسير الهن، لكن هنيا راعي عمان ما شاء الله عليهن وياك. ما اقول عن شيء.